موضوع شاف الدهون بالليزر من الطرق الآمنة للتخلص من السمنة الموضعية في بعض الأماكن اللي بتيجي في الجسم، زي منطقة البطن ومنطقة الأرداف أو الساقين أو الأفخاذ أو في الرجال في منطقة الثدي، بنسميها التثدي عند الرجال. وده بيتم عن طريق إن احنا بنحقن المحلول. المحلول ده بيكون فيه بعض المواد اللي بتذوب الدهون معاها بنج موضعي، وبنبدأ ندخلها من عن طريق فتحات صغيرة جدا في الجسم لا تتعدى نص سنتي، وبعد كده بنبدأ ندخل شعاع الليزر عشان يبدأ يدوب الدهون عن طريق التأثير الحراري بتاعه، وبعدين بنخرج الدهون دي ونجمعها في حاوية بره، وبكده يبقى العيان تخلص من السمنة الموضعية في خلال نص ساعة إلى ساعة إلى ربع. العملية دي طبعا ممكن تتم عن طريق التخدير الموضعي، وممكن تتم عن طريق البنج النصفي أو البنج الكلي حسب رغبة العيان وحسب المنطقة المراد شفط الدهون منها. يعني لو احنا هنتكلم على منطقة البطن او الارداف او الساقين ممكن نشتغل بالبنج النصفي او البنج الموضعي، لكن لو بدأنا نتكلم على منطقة الثدي في الرجال فيبقى احنا يا اما هنتكلم على بنج موضعي او بنج كلي. المريض بعد العملية بيمارس حياته بعد 3 ل 4 ساعات من الجراحة، وبعد كده بيلبس كرسيه بيفضل لابسه من 3 اسابيع ل 4 اسابيع. العيان بيحس بفرق بعد شفط الدهون بعد حوالي اسبوعين، والنتيجة النهائية بتظهر بعد شهرين من العملية.